هادشي واقع بزاف، ولكن هادشي البنات اللي كيبغيو هما اصلا كيمشيو على اساس غادي يخدموا في داكشي. داز عليا الفقر، وداز عليا الجوع، ودازت عليا المأساة، ودازت عليا الدمار. الروز كليتهم مع الفيليبينيات حيت ما لقيت ما ناكل. كاينه الخدمه ديال الحلال وكاينه الخدمه ديال الحرام. اللي بغى الحرام راه تيمشي له، واللي بغى الحلال راه كيمشي له. لا لا لا، ما ننصح حتى شي وحده بعدا بهاد المشيه، ولا شي وحده كتقول لنا نمشي. ننصح البنات اللي ما لقات ما دير، ما لقات ما دير، تمشي تبيع الربيع في السويقه وتجلس حدا ولادها. ديك المده ديال 6 شهور دازت عليا بالمرض، وجاني مرض القلب، ومرض جاوني الاعصاب في القلب. حيت الباب تيتسد، فيما خرجوا تيسدوا الباب، تيدخلوا كيسدوا الباب. ما عندنا لا باسبوراتنا لا والو، حتى شي حاجه ما معانا. نيكو خلاتني نخرج نمشي نسعى تمايا، غادي نقدر ناكل ونشرب فهمتي. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير وباحسن الاحوال. اليوم جيت نقدم معكم واحد القصه ديال ابتسام، اللي كانت خوات البلاد وخلات الوليدات. من بعد ما خويت المغرب مشيت وتنادم معايا الحال، ولكن تعرفوا القصه ديالي علاش مشيت وشنو السبب اللي جعلني نمشي. السبب المشاكل، ما عنديش انا شي حاجه سميتها المشاكل مع الزوج ديالي. عندي المشاكل ديال الدنيا ودال الوقت وديال الزمان اللي كنصارعوه كاملين. اي وحده تكون يعني كتصارع الزمان، بحال المهم بحال اي مرأة، بحال اي ام مغربيه كتبغي بزاف د الحوايج وبزاف الطموحات. ولكن حنا الحمد لله تمشيو على قدنا. المهم حنا ما تعلقناش في شي حاجه اللي اكثر مني. غير انا كنت باغا ندير تجربه في الحياه، وكنت تعرفت على واحد السيده كتعرف خالت الزوج ديالي. هاد السيده كتعرفها، كنت مشيت وتلاقيت عند تلاقيت معاها عند تلاقيتها عند خالت الزوج ديالي في المدينه. وقلت لها، قالت لي راني كنخدم في واحد الصالون في قطر. قلت لها الا كاينه شي خدمه معاك، انا ما تنعرفش خلاص هادشي ديال الحلاقه وما تنعرفلوش. قالت لي راه كاين حمام مغربي. قلت لها انا الا كاين شي حاجه ديال الحلال، يعني ما نقدرش نمشي نخدم في شي حاجه مثلا. راه كاينين حمام حمد الرجال، كاينين صباط، كاينين. انا قلت لها يعني الا كاين شي حاجه ديال، راه جاوني بزاف ديال العروضات وما بغيتش نمشي، حيت انا باغا نمشي لشي حاجه ديال نخدم بدراعي. قالت لي كاين حمام، بصح حمام مغربي. قالت لي وكتعطي 5 ديال الشاك، فيه 5 ديال المليون. انا نعطي داك الشاك للسيده ديال اللي عندها المحل. عطيت داك الشاك فيه 5 ديال المليون. انا ما عنديش خلاص الرصيد في البنكه، ولكن فتحت ب 4000 ريال في الكونط وعطاوني الشاك. فاش عطاوني الشاك عمرته وعطيته لديك السيده. داك الشاك عمرته لك باش الا مشيتي ورجعتي، الا مشيتي بحال دابا اليوم ولا جلستي سيمانه ولا هذا وما عجبكش الحال وقلتي لا نمشي بحالي، غادي تقول لك خلصي لي الصوائر ديالك. هي زعما الطياره وداكشي اللي خسرات عليا، وتما عاد كيديروا لك كيدوك للطبيب وداكشي باش كيديروا لك ديك الاي دي ديالهم، البطاقه ديالهم. المهم مشيت الخدمه، لقيت ديك الخدمه اللي قالت لي هي اللي كاينه حق الخدمه ديال حمام ديال العيالات. حما حمراء ومعروفين تما، يا جوج كاين واحد في الدحيل وواحد في هذا، ما عقلتش على سمي ديك البلاصه الاخرى. عندها جوج صالونات. المهم السيده مغربيه، ما لقيناش غرام ديال المشكل مع السيده. المشاكل عندنا ما بيناتنا حنا المغربيات، مشاكل غير ما بيناتنا حنايا. لا انت خدمتي مزيان، انا ما خدمتش، اولا دورات معاك هذيك، انا ما دورتش معايا. انا التجربه ديالي 15 يوم اللي خدمت معاهم، حيت انا مشيت في الوقت ديال الكونفينمون. مشيت في شهر 2، واقيلا 15 في شهر 3 داروا الحجر الصحي. فاش داروا الحجر الصحي سدوا على الحماحم كاملين، سدوا يعني على الناس كاملين. حتى تما كانوا سدوا صافي. فاش سدوا جلسنا في الدار المده ديال 6 شهور. 6 شهور انا ما تنتخلص ما والو. كتعطيني 1000 درهم، 1000 درهم ديالنا اللي هي دايره معايا 5000 درهم في الشهر. ولكن فاش ما خدمناش بدات تعطيني 1000 درهم. 1000 درهم يعني انا خصني نصيفط لولادي ضروري لهنا، حيت راه كورونا وباهم ما خدامش. وانايا مشيت على اساس باش هو غادي يخدم وانا غنخدم وغنحيدو بعدا واحد كان عندنا مشكل ديال الامانه. هادشي علاش انا مشيت من الاول، كنت مشيت على الامانه. كنا شدينا 2 مليون من الامانه وشرينا بها واحد تريبورتور، وفاش تسرقنا زيراتنا الامانه وكنعطيو فيها 30000 في الشهر. والامانه الاخرى والامانه الاخرى خلاص ما كان هذيك ماشي. المهم كنعطيو 30000 والاخرى كنعطيو فيها 500 درهم في الشهر ديال الامانه، يعني 40000 ما غاديش يمكن لك تجيبها وانت ماشي موظف.
والخدمه راك عارفه دابا يمكن الناس ما بقات فيه لا خدمه لا والو. المهم المغرب بصفه عامه الناس راه كيتشكاو من هذا الشيء. ما علينا، هي هذيك فاش مشيت نخدم قلت لك اخويا ما خدمت ما والو، صافي جلست ديك المده ديال 6 شهور دازت عليا بالمرض، وجاني مرض القلب ومرض جاوني الاعصاب في القلب، وما بقيتش كنقد ناكل ما كان، وزائد ما عندك ما غتاكل، كاينين الفلبينيات تحت منك والهنديات وحنا المغاربه، يعني البنات اللي خدامين قبل مني راهم عندهم الفلوس يعني كيجبدوا من الكونت ديالهم وتياكلوا، كدوز لهم اكثر من الصالير ديالي، حيت انا يلاه 15 يوم وجلست، يعني كتعطيني ديك ال1000 درهم وعادوا راه ما كتبغيش تعطيها لنا. وتما راك عارف كيكونوا الماء ديالهم دايرين له داك الكلور، كيكونوا دايرين واحد جافيل في الماء، داك الماء اللي كيكون في العناب. انا بديت كنشرب من داك الماء ومرتب المعده، تسلخات ليا المعده. اللي غيوصل لك الميساج للمدام اللي حنايا كنقولوا لها المدام ولا تشي، ما غبقاوش يوصلوا لها الميساج بان رحنا مراض ولا رحنا وجاتنا ديك نزلات كورونا وداك الشيء. كاينه وحده مغربيه هذه اللي داتني بنتها دابا اللي في فاس، وحده مغربيه هي اللي كتكيبي على داك الشيء كامل. فاش كنقولوا لها رحنا مراض ما كتبغيش توصل الميساج للمدام بان رحنا مراض جيت دينا للطبيب ولا، حيت حنا ما يمكنناش نخرجوا، حيت الباب تيتسد فيما خرجوا تيسدوا الباب، تيدخلوا كيسدوا الباب، ما عندنا لا باسبوراتنا لا والو، حتى شي حاجه ما معانا. الناس اللي قدامين تمايا قبل مني راهم تيخرجوا، هذا حنايا اللي كنا مشينا الفوج ديالنا الجديد ما كنخرجوش، ولكن انا كنشوف شي حوايج ما تنقدش نسكت عليهم، بحال دابا بنات دوك السيدات مشاو معانا تيخرجوا، فهمتي؟ يعني كون خلاتني نخرج نمشي نسعى تمايا غادي نقدر ناكل ونشرب فهمتي، ماشي بحال كتعطيك ديك ال1000 درهم وتما بيضه هي الاخرى فرماجه دايره 50 ريال اللي هي ريال ديالنا مغربي. لا 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 ما ننصح حتى شي وحده بعدا بهاد المشيه، ولا شي وحده كتقول لها نمشي ننصح البنات اللي ما لقات ما دير، ما لقات ما دير تمشي تبيع الربيع في السويقه وتجلس حدا ولادها. انا تنهضر على الناس اللي عندهم وليدات، لحقاش انا تعذبت تما وتعذبوا ولادي هنايا وعندي الولد باقي صغير وما قدش يتفارق معايا. انا دابا بنتي كنقول لها كنبغي نضحك معاها، ولا شي مره كنبغي ندير لها شي مقلب عندي في القناه كنقول لها راني باغا نمشي نسافر، البنت كيجي انهيار عصبي كتبغي تعواج، وكثرت مسكينه ما دازت عليها غير الجيره اللي كيديروا فيهم الخير، يعني كون مره واحد تيطيب لهم مره واحد تيعطيهم، ولكن راه ماشي بحال الام، يعني والاب ما كيعرف لا يمشط لها لا والو، والبنت مسكينه كتبقى موسخه حتى كيديهم الجيران تيغسلوا لهم، هو عاوتاني كيعيط لك لقاه مدمر هنايا ومشيت بلا خاطره، اما هو ما خلانيش نمشي. هو قال لي ابتسام جلسي في دارك، قلت له مورا راه تجمع علينا الطريطه تجمعات، وجا عندي العون القضائي جاب لي الانذار، يعني خصني نخلص ضروري نادي. وهذا الشيء راه الناس اللي كيعرفوني غيشوفوا هذا الفيديو، الناس كاملين غادي يعرفوا بان الهضره كل اللي تنقول راها صحيحه، يعني ما كاينش شي حاجه كذوب، وعندي كل شيء بالوراق وكل شيء بالدليل وكل شيء يعني كل شيء مضبوط، ما كاينش شي حاجه اللي هي فيها كذوب. اللي ما تنسات ليش هي في المطار ديال تركيا، هذه هي اللي كنتفكرها اصلا، وكان ما نكذبش عليك كنت تنتدمر من الداخل ديالي. فاش كنت نزلت في المطار ديال تركيا قلت لها نمشي بعدا بحالي، فاش بغات المدام تصيفطني بحالي قالت لي سني بانك شديتي جميع الصوائر ديالك. انا ما خلاص ما قارياش، كتجيبنا واحد المحامي هو اللي كيتكلفنا بالوراق، صافي قالت لي سني على اساس غنمشي بحالي، سنيت على اساس راني شديت جميع الصوائر ديالي، وانا اقسم بالله درهم هي الاخرى ما ديتهاش معايا في جيبي من قطر لتركيا، درهم ما ديتهاش، المهم ديت شنطتي، والشنطات اللي ديت معايا وحده سمحت فيها تما حيت عطاتني 20 كيلو نجيبها معايا. لا انا بالنسبه الصراحه هذا الشيء البلاصه اللي كنت فيها انا ما عشناش هذا الشيء كاع نهائيا، ولكن على ما كنسمع انا هذا الشيء واقع بزاف، ولكن هذا الشيء البنات اللي كيبغيو هما اصلا كيمشيو على اساس غادي يخدموا في داك الشيء، يعني فاش كتقول لك راكي غاده تخدمي في داك الشيء راكي كديري على بالك غاده تخدمي في داك الشيء، ولكن انت على اساس راكي انا واثقه من نفسي غاده نخدم في واحد الخدمه اللي هي يعني حلالا طيبه، راه انا ما شافني حتى واحد، انا تنقولها من هذا المنبر ما شافني حتى شي واحد، شافني الله سبحانه، راه حتى الزوج ديالي راه ما شافنيش فين كنت، ولكن انا عالمه على نفسي وعالم عليا الله سبحانه فين كنت، ما كنتش في الدعاره، ما كنتش في شي حاجه خايبه، ما دازتش عليا شي حاجه ديال التحرش، ما داز هادو كاملين ما دازوش عليا، داز عليا الفقر وداز عليا الجوع ودازت عليا المأساه ودازت عليا تدمرت، ورمضان الناس كيفطروا بالفطور اللي هو الحمد لله حنا كنقبلوا على اي حاجه، ولكن باش رمضان كامل تفطري بداك الخبز ديال الطوست، داك الطوست باش تفطري بهذاك وكاس القهوه رمضان كامل،
وبالليل ديباني غير باش ما كان. وصلت بيا لدرجه كليت مع الفلبينيات الروز، كليتهم مع الفلبينيات حيت ما لقيت ما ناكل، حيت صافي وصلت للشهور الاخرين ما بقاتش كتبغي تعطينا. كاينه الخدمه ديال الحلال وكاينه الخدمه ديال الحرام، اللي بغى الحرام راه تيمشي له، اللي بغى الحلال راه كيمشي له. حنا المغاربه ولينا كنسمعوا ما تنعممش، حنا شي بعض الناس كنسمعوا دول الخليج ولو تكوني مزوجه كيقول لك راكي مشيتي تفسدي. لا ما كاينينش هاد الفكره، كاينين بنات كانوا خدامين معايا تما في الصالون كيديروا هما لاكواف، وانا كنت كساله كنحك العيالات، خدامين الشراف. ما كايناش هاد الهضره كاع، كاين اللي انا ما نقولش ما كاينش هاد الشيء، ولكن البلاصه اللي كتبغي انت تمشي لها راكي كتمشي لها، والبلاصه اللي ما كتبغيش تمشي لها راكي ما كتمشيلهاش. انا عندي وليداتي، انا عارفه راسي باغا نخلي وليداتي حلالا طيبه، وداك ولد الناس غادي معايا قابط معايا الطريق، وانا يا قابطه الطريق مع وليداتي، ويا ما تقبط هنا في المغرب وكنخدم كالراجل. هالناس تخرج للسويقه الصغير فيهم سولوش شنو يقول لك عليا، ما نفسدش وكو بغيت نفسد ما غنمشيش حتى تما، راه كلشي كاين حدانا. واش ما كاينش؟ تبارك الله راه كاينين المناطق اللي ما يعرفهم حتى شي واحد، حنا المغاربه راه عندنا تبارك الله العجائب المتعجبه. ولكن لا، انا كنت باغا نمشي نخدم بدراعي، قلت ديك 500 5000 درهم ومع المده كتزيدك 1000 درهم والعيالات كيدوروا معاك، وهذا غادي تجمعي واحد الصالير وتفكي الكريدي وتجي مثلا تفرشي دارك. وراه اي وحده كتبغي دارها مفرشه، كتبغي وليداتها نقيين، كتبغي وليداتها قاريين، كتبغي هادشي. حنا علاش كنطمحوا؟ ما كنطمحوش نديروا الدار والطوموبيل، هادشي ما عمرني فكرت فيه، حيت كنفكر على قد الحلم ديالي وعلى قد انا كنشوف شنو غدا مع الوقت. كان الهدف ديالي هو نحيد كريديه ونمشي مع الوقت ديالي، هذا هو الهدف ديالي. وكنت باغا نشري لراجلي تريبورتر ونوض يخدم على راسو، هادشي علاش انا اضطريت ومشيت لديك البلاد. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.